بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم ستبدأ دورتنا لتعليم أساسيات البيكت بلوكس من المبتدئ إلى المتوسط إلى الاحتراف إن شاء الله تعالى. فبهذا الدرس الأول إن شاء الله راح نبدأ نتعلم أساسيات البيكت بلوكس وكيف ننصب البيكت بلوكس وشلون نسوي به الحساب. أول شيء شلون ننصب البيكت بلوكس؟ أول شيء علينا نروح على الجوجل كروم، هذا الحكي إذا كنت أنت على حاسبة. فبعد ما نروح على الجوجل كروم نكتب ها مثل ما تشوفوها هنا أنا البيكت بلوكس داونلود، هنا أنا بشكل أكبر بيكت بلوكس داونلود، راح تطلع لنا ستيم بيديا اللي هذا شعارهم، هم اللي مسوين معظم أجهزة البرمجة مثل البيكت بلوكس والكواركي وغيرها. فنضغط على هذا اللينك، بعد ما ضغطنا على هذا اللينك راح تطلع لنا أجهزة تشغيل، مجموعة من أجهزة التشغيل، أكيد معظمنا راح يكون عندهم ويندوز أو أندرويد أو أي أو إس، هذا المعظم، لكن أنت حسب الجهاز مالتك أو نظام التشغيل مالتك، فأكو ويندوز، أكو ماك اللي هو حاسبات الأبل، كل أندرويد، كل لينكس، الأي أو إس، أنا ويندوز راح أختار الويندوز. فبعد ما تختارون الويندوز راح تنزلون جوا شوية، راح تلقون رابطين للتحميل 64 بت و32 بت. زين هتقولوا لي شلون انا اعرف حاسبتي على يانا تشتغل 64 بت لو 32 بت؟ حتى تعرفون خليكم وياي بهذه الخطوات. اول خطوه لازم تطلع من الجوجل كروم، تروح على الذس بي سي، تروح تدوس عليها كليك ايمن، نعيد على الذس بي سي دوس كليك ايمن، بعد ما تروح على ذيس بي سي دوس كليك ايمن راح تطلع لك ذن الخيارات، تروح على الخيار القبل الاخير اللي هو بروبرتيز، لما تضغط على بروبرتيز هتطلع لك هاي مجموعة للمواصفات جهازك، فتلقى هذه سيستم تايب، سيستم تايب تلقاها مكتوب 64 بت او 32 بت حسب نوع حاسبتك، انا حاسبتي 64 بت، فهنا أنا عرفت إنه أقدر أنزل التطبيق 64 بت اللي هو هذا. فبعد ما تريد نزله راح يطلب منك النيم، راح أحط عمر محمد، والإيميل، وتدوس بعدها download now. طلع لي waiting هسه، فطلع لي thank you for، فهسه دا يحمل عندي، ندوس بدأ التحميل، إن شاء الله ورا ما يرجع ما يخلص تحميل أرجع لكم. شوفون شباب هسه هنا خلص التحميل، طلع لنا مثل هيجي، فندوس على فتح. فطلعت لي هذه ويندوز يس، انت صل. فراح يحمل عندنا، لازم ننتظر شويه. قرب يخلص،
وراح نضغط على فينيش. انا ستيل راح تطلع لنا مثل هذه الوجهية، وهنا تكون درجة تتحمل البيكتي بلوكس بنجاح. فالبيكتي بلوكس مسوين بي تحديثات جديدة، وكانت اكو بس بلوك وبايثون اللي راح نتعلم عليها هي بلوك، لكن بالجديد مسووا المشين ليرنينج وسووا الاي ار والفي ار والثري دي اللي هي الواقع الافتراضي، وشلون تسوي مجسمات 3D. لكن احنا نريد نتعلم على البلوكس، فتضغط على البلوك. فالتهيج لما راح تبدي راح تطلع لك هذه الواجهية اللي راح تكون مع من هنا الكودات، وبيها الموشن هي الحركة واللوكس اللي هي المظاهر والساوند الأصوات الإيفنت الحركات الكنترول التحكم والسيسينج الحساسات، وبها المعادلات الاوبريشن والفاريبل المتغيرات، والماي بلوك هي ان انت تسوي بلوك جديد خاص بيك. وتقدر تسوي شخصية خاصة بيك انت ترسمها اللي عن طريق الكوستم، ترسم اي شخصية او تعدل على هذه الشخصية الموجودة اصلا. وتقدر ايضا تسجل صوت الك او نفس الاصوات الموجودة هم منطيك اياها. اكو مجموعة من الاصوات اللي هي من هنا، ندوس على البحث طلع لك مجموعة اصوات تبحث بيهن، ممكن يساعدنك بالكود. وتقدر انت تسجل عن طريق انه تحذف هذا وترجع على هذا تسوي ريكورد. وايضا اكو العديد من الشخصيات الموجودة بغير هذا توبي مثل هذين الشخصيات، واكو انيمال بيبول فانتسي دانس وهواي من الشخصيات. واكو ايضا الباك جراوند اللي هي الخلفية اللي تكون ورا، يعني كي تخون نخليها هيك بيضة كي نحط لها جماليات مثل ملاعب وغرف وقلعات وصحاري وغيرها وغيرها. بس احنا شلون نريد نتعلم بالبداية؟ لازم انت لما اكو شيء اساسيات لما تريد تبرمج على بيكتي بلوكس، اول شيء لازم يكون عندك نت لان هو يشتغل على النت، ولازم يكون عندك حساب. لازم انت تجي تسوي حساب بالبيكتي بلوكس، لانه انت كل ما تسوي حساب جديد راح تجيك كريدت، وهذا الكريدت كل ما تحفظ برنامج كل ما تحفظ كود او برمجة راح ينقص من هذا الكريدت مالاتك. تقدر انت تشتري وتقدر تسوي حساب جديد ورا ما يخلصون الكريدت مالاتك، والافضل ان انت تسوي حساب جديد لك كل ما يخلصون الكريدت، لان انت ما تقدر تبرمج اذا ما عندك حساب او ما عندك كريدت. وهذا كان درسنا الاول باختصار، وشون تعلمنا شلون نقدر ننزل بيكتي بلوكس وشون واجهيته واشياء بدائية عليه. إن شاء الله الدرس الجاي راح نتعلم أكثر وأكثر، وشكرا، مع السلامة. طبعا هذا الفيديو هو كان فيديو تعليمي كيفية تنزيل البيكت بلوكس وتنصيبه، وإن شاء الله نسوي حساب بي. وهذا كان إن شاء الله أول فيديو من دورتنا التعليم البيكت بلوكس، وإن شاء الله نكون القادم أفضل. وأنا أحب أشكر كل أصدقاء اللي دعموني وشجعوني أيضا، وأيضا أحب أقول اللي جدد يدعموني بلايك واشتراك حتى أكون أقوى إن شاء الله تعالى.